بسم الله الرحمن الرحيم، معكم احمد هشام، رجعت لكم تاني في فيديو جديد دورة تعلم كيف تتعلم لموقع نغم. الفيديو الرابع بعنوان مخ والعقل البشري، هنتكلم فيه عن مخ وعقل الانسان وايه الفرق بينهم وايه تركيب المخ وازاي نقدر ننشط من قدراتنا العقليه ونستغلها صح، وهقولك على كام معلومه غريبه كده يمكن تكونوا ما تعرفوهاش. يلا نبدا. ده مخ الانسان، وهو جزء من الجهاز العصبي للجسم واكبر واهم جزء فيه، وزنه حوالي 2% من وزن الجسم، كمان بياخد من 15-20% من الغذاء الكلي اللي بيوصل للجسم. نتكلم عن التركيب التشريحي للمخ. المخ بينقسم لفصين، فص ايمن وده المسؤول عن تناسق الجسم وتمييز الالوان، ومسؤول عن امكانيه التخيل وادراك الابعاد وتمييز النغمات والالحان. الفص الايسر وده مسؤول عن استيعابك للكلمات والارقام والترتيب والقوائم وغالبيه الامور المنطقيه، يعني زي ما تقول اليمين بيتخيل والشمال يحب الواقع. اما بالنسبه للعقل، فالعقل مش جزء مادي من جسم الانسان، لكنه بيستخدم خاصه قدرته على الفهم واتخاذ القرار والتفكير، وهو مسؤول عن الذكاء والتحليل، وكمان هو اللي بيميز الانسان عن الحيوان، حيث ان الحيوان عنده مخ لكن ما عندوش عقل، والانسان يقدر ياخد قراره ويقدر يختار. أما بالنسبة للناس اللي بتلخبط بين الدماغ والمخ، فالدماغ بتجمع كل ما بداخل الجمجمة، أي المخ والمخيخ وقشرة المخ، وقشرة المخ هي أساسية لعمل المخ بصورة سليمة، ورغم إن المخ عبارة عن أعصاب إلا إن الجمجمة بتوفر له حماية كبيرة جدا. وصلنا لجزء تنمية الذكاء وزيادة المهارات العقلية. زي ما جسمك محتاج تدريب عشان يبقى أقوى، عقلك كمان محتاج تدريب، أكيد مش بالطريقة اللي في الصورة. تقدر تنشط عقلك عن طريق إنك تعمل حاجة جديدة أو حاجة مختلفة كل فترة، زي إنك مثلا تشارك صحابك في مشروع أو إنجاز معين، لأنك لما بتكون في فريق عقلك بيحفزك تطلع اللي جواك وتبذل كل مجهودك عشان تقدر تنافس. كمان الرياضة البدنية، طب إيه علاقة الرياضة البدنية بالعقل؟ هقولك إن الحركة والنشاط بتشيل الخمول والكسل المسيطر عليه، وده لوحده كفيل إن عقلك يشتغل باستمرار، بالإضافة لإن عقلك بيحاول يسيطر بصورة كاملة على جسمك ويحقق التوافق بين أعضاء جسمك المختلفة. ممكن تمارس هوايتك زي الرسم اللي بيتيح للواحد إنه يتخيل، وكمان زي قصص الخيال العلمي، ممكن تقرأ كتب، ولو إنت مش غاوي قراية إلعب، اتعلم حاجة جديدة أو انزل إجري. حاجة تانية مهمة، ما تخليش الأجهزة تسيطر عليك. ناس كتير بتكسل تشغل دماغها في حاجات معينة لأن الأجهزة بتوفرها بطرق مش محتاجة تفكير. مثال بسيط، الآلة الحاسبة بتضيع تفكير ناس كتير بيستخدموها غلط، لدرجة إنهم بيحسبوا عمليات الجمع البسيطة على الآلة، والكلام ده يمشي على كل الأجهزة. هقولكوا على معلومات غريبة عن الدماغ. تعرف إن الأوعية الدموية المكونة للدماغ لو امتدت ممكن توصل ل100,000 ميل، وان كل ما يكون عندك فكرة جديدة في حاجة اسمها ممرات عصبية هتتكون مع كل فكرة، وان الذاكرة بيتمتع بها الانسان في منها 3 انواع، ذاكرة حسية دي بتسمح لك انك تفتكر الالوان وطعم الاكل وتنبهك اللي بيحصل حواليك، ذاكرة قصيرة الاجل ودي بتقوم بعمل حفظ مؤقت لحاجة معينة لانك مش هتستخدمها غير في وقتها، ذاكرة طويلة الاجل ودي اللي بتخزن الذكريات والمعلومات وتخليك تفتكرها وبتعمل على تصنيف وتنظيم المعلومات، عشان كده لما تتعلم لازم تتعلم بطريقة منظمة عشان تثبت المعلومة. عقلك نعمة كبيرة من ربنا، حافظ عليها